السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي من جديد. خوتي، فيما يتعلق بالجنسية الإسبانية، كاع الناس اللي دفعوا عن طريق بيا تيليماتيكا أو عن طريق ريجسترو سيفيل، في هذا الفيديو خوتي نوريكم كيفاش تصيفطوا كيخة، بحيث إذا كانت عندكم في الاكسبيدينتي ديالكم ابيرتو انتراميتيس، مثلا بيدينتي دي ريسيبير انفورميس ولا بيدينتي دي ريسبويستا ولا كاليفيكاسيون ولا اني ستوديو، في هذه الحاله هذه يمكن لك تصيفط واحد الكيخه واحد الطلب لوزاره العدل الاسبانيه باش تطالب انها تسرع في الخطوات وتسرع في معالجه الملف ديالك. فلهذا الا فاتت واحد المده ما عدا 20 يوم ولا شهر، في كل فاس يعني في كل مرحله من حقك انك تبقى تصيفط كل سيمانه كيخه ولا كل جوج مرات ولا ثلاثه مرات في السيمانه تصيفط كيخه اما للديفينسور ديال بويبلو. انا غادي نوريكم كيفاش تصيفطوا للديفينسور ديال بويبلو اول مره كنطرح هذه المساله هذه، ونوريكم كيفاش ايضا تطرحوا هذه المساله هذه، كيفاش تصيفطوا كيخه لوزاره العدل الاسبانيه بحيث تطالبوها كيفاش وعلاش انها يعني كترسويل بي يعني كتراجع ملفات ديال 2019، كتعطي الجنسيه للناس في 2019 ما دفعوا على شهرين ولا على شهرين ولا 3 شهور ولا 4 شهور وتحصلوا عليها، بينما بعض الناس وكثير من الناس انهم يعني راهم في مرحله من المراحل وتعداو شهر وشهرين وثلاث شهور، وكاين اللي راه عام وكاين اللي عام ونص وكاين اللي عامين راه اني ستوديو وكاين اللي عام راه بيندي دي ريسبويستا ولا بيندي دي ريسيبير انفورميس اوفيسياليس كذا وكذا، ولا راه 3 شهور ولا 4 شهور كاليفاسيون. فلهذا انت ما عليك الا كل نهار ولا يومين ولا 3 ايام ولا كل مره في اسبوع تصيفط كيخه الجديد. اخوتي في هذا الفيديو ايضا انني غادي نهبط في صندوق الوصف هذا الكيخه هذه، بحيث ان الانسان يقدر اي واحد اخوتي يهز هذاك التكست وتهبطو عندك وتصيفط الكيخه. هذا كنظن هذا التكست اللي درتو راه شي حاجه يعني ما نعاود لكمش، فلهذا هذا التكست راه ناجح 100% وكنظن انهم غادي يجاوبوك 100% ويقول لك غادي نكون هاني، راه كاين بزاف ديال المشاكل وخاصنا بزاف ديال لي ميديوس ايكونوميكوس وعندنا موظفين قلال وعندنا، المهم غادي يتجاوبوا معك بواحد الشكل ايجابي. فلهذا ما تسكتش ودافع على حقك بهذه الطريقه هذه، فهذه الطريقه هذه هي اللي تقدر تنفعك وتعاونك بالدوسي ديالك في الملف ديالك باش يكون افانسادو، يعني باش يتعالج بسرعه، ما يهمشوكش وما. فلهذا خاصك تحركهم، خاصك ولا بدا تدفعهم ولا بدا دير شي حاجه. فلهذا الشيء اللي كاين راه هو الشيء اللي كيديروا الناس، فهمتيني؟ كاينه شي حاجه اخرى يقدر يديرها المحامي ولكن بالفلوس. فانا كنوريكم ديما الحاجه اللي هي اقل تكلفه والحاجه اللي تقدر تنفعكم والحاجه اللي تقدر ديرها وما تخسرش شي حاجه، يعني من الدار ديالك، ما بارك في الدار ما عندك ما يدار تصيفط كيخات اما المينيستيريو دي خيستيسيا عن طريق كيخا ولا تصيفط للديفينسور ديال بويبلو. الديفينسور ديال بويبلو معناها خوتي هي امين المظالم، يعني اي سويدادانو اي مواطن تعرض للظلم من شي اداره ولا تهميش ولا كذا وكذا كتصيفط لهذا الديفينسور ديال بويبلو. الديفينسور ديال بويبلو اما كيصيفط للاداره المعنيه ولا كيهز التليفون وكيعيط لهم كيقول لهم هذا الشيء راه ماشي هو هذاك، علاش كتسبقوا مثلا 2019 مثلا 2019 وانتم مازال ما حليتوش مشاكل 2014 و15 و16، اذا ما كاينش اوردن ما كاينش قانون ما كاينش كذا وكذا. فكنظن هذه الطريقه هذه هي اللي كيديروها بزاف ديال الناس وكينجحوا باش كتبدا كتبدل لهم المراحل اللي فيها الملف ديالهم. خوتي تابعوا معايا كيف ما غادي تشوفوا، غادي كيف ما العاده غادي نكتبوا مينيستيريو دي خوستيسيا، نمشيو عاوتاني للبلاصه المعلومه، ونكليكيو على اتنسيون ال سودادانو. ها هي كتشوفوها الفوق اتنسيون ال سودادانو، جي عاوتاني صفحه اخرى غادي نكليكيو عاوتاني اخوتي هنايا على فورمولاريو دي كونتاكتو. ها هي فورمولاريو دي كونتاكتو، وغادي نجبدو هاد الصفحه هادي، نديرو الاسم ديالنا كما كتشوفوا معايا هنايا الاسم الكامل، نديرو الايميل ديالنا، وهنا نكتبوا تكست. تكست اخوتي اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف هو اللي غادي نحطه دابا، اللي ما عرفش ولا اللي ما طلعليش ولا ما عرف كيفاش يجبدوا من صندوق الوصف انا يكتب لي في لي كومونتير وغادي ريسبون، يعني غادي نجاوب في لي كومونتير، وديك الساعه غادي نخلي لك كجواب. فقول لي لحظه اخويا لما لوح لي تكست هنايا ولا كتب لي في الايميل ونصيفطو لك عن طريق الايميل ولا عن طريق الواتساب، في حاله مثلا الا كانت عندك النمره ديالي، ما عندك النمره ديالي تواصل معايا عن طريق الايميل، وديك الساعه غادي نصيفط لك انايا هاد التكست هذا ويكون خير ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي هنايا اولا سوي
انا فلان بن فلان اسم ديال كامل ودير الني ديالك هنايا عاوتاني دير الني ديالك السمي ديالك والني ديالك ديرونا اكس كذا وكذا بريزينتي سوليسيتود دي ناسيونال اسبانيولا بور ريزيدنسيا بيا تيليماتيكا ولا ريجسترو سيفيل انيو كذا وكذا دير العمليه اللي دفعتي فيه كون نيميرو دو اكسبيديتي غدير النيميرو دو اكسبيديتي ديالك هو هنايا ودير هنا العام اللي دفعتي فيه للطلب الحصول على الجنسيه مي اكسبيدينتي تكتب لهم عاوتاني مي اكسبيدينتي استا ابيرتو ان تراميتاسيون وتكتب المرحله اللي راه فيها الاكسبيدينتي ديالك بيندينتي مثلا ريسبورتا ولا بيدينتي دي ريسيبر انفورميس ولا كاليفيكاسيون ولا ريكيريمينتو ولا اي مرحله ولا ان ستوديو اي مرحله تكتبها هنايا بيندينتي مثلا ريسبورتا انفورميس بريسكريبو اوفيسيالي سولوسيتادوس ديس دي يعني من من شهر كذا وكذا في عام 2000 كذا وكذا وانا راني ستوديو اي بور اوترو لادو استاموس بيندو ومن جهه اخرى حنا كنشوفوا بيندو استاموس بيندو كونسيسيونيس فابورابليس دي استيانيو ومن جهه اخرى كنشوفوا بانكم كتجاوبوا ناس عاد دافعين في هذا العام هذا ايتينغو خوستيفيكانتيس ديموسترابليس وعندي يعني ادله قاطعه نقدر نقدمها لكم اي اي اكسبيدينتيس نيسيكيريبا دوسميسيس وكاين اكسبيدينت يعني كاين ملفات اللي هما ما وصلوش حتى دوسميسيس بريزنتادوس اي اورا استان ساليندو كونسيديداس وكاين بعض الملفات اللي يعني ريسين يعني بحرا عاد شهر ولا شهرين كان هذو بطبيعه على 2019 وراهم كي يخرجوا للناس كونسيديروس اذا كيفاش انا هذه المرحله هذه نبقى فانت كتشرح لهم بحال ما هما غيفهموها بحال ما هكا كيفاش وحدين عاد دفعوا بشهر ولا بشهر ولا ثلاث شهور دابا راها عندهم كونسيديدا وانا غير مرحله من المراحل بقيت فيها ثلاث شهور ولا اربعه ولا عام ولا المده اللي راك فيها فهمتيني انت غير كتب هاد التكست هما غادي يفهموا هاد المسائل هذه حيت الاف ديال البشر كيرسلوا لهم بحال ما هادشي اي الوس انيوس انتيريروس كومو وكنشوفوا يعني الانيوس انتر يعني الاعوام السابقه بحال 2014 15 16 17 انكلوسو من طبيعه الحال حتى عام 2018 استان اولبيدادوس او اباندونادوس يعني اما هاد الملفات ديال 2014 و15 و16 و17 انكلوسو 18 اما راهم منسيين ولا راكم خليتوهم سمحتوا فيهم وتكتب لهم عاوتاني نواي اوردن اي استو نويس خوستو هادشي ماشي خوستو ماشي معقول ونسالودو صافي ودير بونتو وترجع للستار تكتب اخويا عاوتاني هادشي اللي مكتوب لك هنايا صافي ها وتهبط لتحت ودير ام بي ار ها هو مشى صافي ندوزو كيفاش اخوتي تصيفط للديفينسور ديال بويبلو ديفينسور ديال بويبلو تجي لجوجل وتكتب ديفينسور ديال بويبلو في جوجل ديفينسور ديال بويبلو غتكليكي على كيخه انا غادي نرجع معكم من الاول اخوتي باش كلشي يكون واضح قدامكم كلشي تشوفوه بعينيكم ها انتما كتشوفوا ديفينسور ديال بويبلو كتبتها في جوجل وطلع عندي هادشي غتقلب على تو كيخه وتكليكي عليها تو كيخه ها انتما كتشوفوا اخوتي تو كيخه نجيو عاوتاني هنا لتحت ها هي الصفحه الرسميه ديال ديفينسور ديال بويبلو ديفينسور ديال بويبلو اخوتي هو امين المظالم يعني اي حد كيف ما قلت لكم تعرض للظلم من شي اداره الا وخاص تشكي عليه وتبكي عليه نجيو هنا يا اخوتي ونكتبوا التكست اللي راه عندي انا هازو ونهبطو هنايا سو لا بريزونتي سو سيدو ناسيونال اسبانيولا بور ريزيدنسي بي اي تيليماتيكا انيو كذا وكذا كون نيميرو دي اكسبيدينتي كذا وكذا مي اكسبيدينتي استا ابيرتو ان تراميتاسيون استا بيدينتي دي ريسبوستا انفورميس ولا استا بيدينتي دي ريسيبر انفورميس ولا استا ان كاليفيكاسيون ولا استا ان استوديو كذا وكذا ديز دي يعني من نهار فلان كذا وكذا على اي حال اخوتي هذا هو التكست هو هذا كيف ما كتشوفوا فيه هنايا غير هو باش مزيان هذا ديال الديفينسور اخوتي ديال بويبلو انك يمكن تصيفط واحد الخوستيفيكانتي الخوستيفيكانتي تهبط هنايا ودير سيليكسيونار صافي وترسل الديفينسور ديال بويبلو هو من بعد غادي يتجاوب معاك هادشي اللي كان اخوتي في هذا الفيديو.